هلا رح نحضر مع بعض الى جانب الطبق الرئيسي اللي هو سمك، رح نحضر معه مكرونه بشاميل بالجمبري، طبق بليق طبعا كثير نكون عم نعمل يعني جمبري الى جانب السمك. خلينا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجه ل 500 جرام مكرونه بني مسلوقه من قبل بوقت، معلقتين كبيره زيت نباتي، 2 فستوم مبشورين، 500 جرام او نص كيلو جمبري حجم صغير، ملح وفلفل. نحن بحاجه للتر من اللبن خالي الدسم مع 4 معالق دقيق قمحه كامله او ممكن يكون ابيض، 4 معالق زيت نباتي، ملح وجوز الطيب، وبالاخر شويه جبنه مبشوره لنحطها على الوش. خلينا نبتدي اول شيء نحط البشاميل على النار ونرجع نشتغل بالجمبري لانه البشاميل بدها تاخذ شويه وقت معنا، فرح نبتدي على طول فيها. للبشاميل لكان عندي الزيت مع الدقيق، اول ما يحمى شويه زيت بنحط معه الدقيق وبنحرك كثير منيح قبل ما نرجع نحط اللبن البارد تدريجيا، وطبعا على طول بدنا نضلنا عم نحرك منحركهم منيح. انا هون عم بستعمل دقيق اللي هو قمحه كامله، بنضل عم نحركهم حتى شوي يحموا قبل ما نزيد اللبن، وعم بستعمل لبن خالي الدسم. بنصحكم دايما طبعا انتم عندكم بالبيت تعملوا مثلي حتى نكون عم نوفر بالوحدات الحراريه ونكون عم نوفر بالدهون المشبعه. بنضل عم نحركهم لحتى يحموا شوي وبنرجع بنزيد اللبن نحن وعم نحرك طبعا حتى ما يكلكع. نزيد بعد اللبن الباقي بهيدي الطريقة ومنضل عم نحرك. طبعا فيكم تكونوا عم بتحطوا بدل الزيت زيت النباتي فيكم تحطوا زبدة، بس أنا دايما بروح على الخيارات الصحية أكثر. 4 معالق زبدة هن بيحتووا على نفس الوحدات الحرارية اللي موجودين بأربع معالق زيت، إنما طبعا نوعية الزيوت بتختلف. الزيت النباتي بيحتوي على زيوت صحية، والزيت والزبدة بتحتوي على زيوت مشبعة من مصدر حيواني منا صحية أبدا، بتزود الكوليسترول بالدم. فصحيا دايما نختار الزيت بدل الزبدة. هلا في اوقات معينة ممكن نكون عم نستخدم كمية قليلة من الزبدة بأكلات معينة، انا ما بقطع الزبدة نهائيا انما بنتبه على الكميات اللي بدي استخدمها. رح وقف شوي تحريك ونحط معلقة ملح بالبشاميل بالصلصة، رح نحط معلقة ملح ورح حط شوية جوزة الطيب مبشور بيعطي نكهة كتير حلوة للبشاميل. منحركن ومن نضل عم نحركن لحتى ما يلزق اللبن. هلا إذا كنتوا عم تستخدموا اللبن اللي هو خالي الدسم رح تلاحظوا إنه اللبن رح ياخد شوية وقت حتى يشتد، منا مشكلة لأنه ما بيحتوي على دهون، بياخد وقت أكتر حتى يشتد مع الدقيق. ما علينا ننطر شوي عليه، بس بالنهايه بنكون عم ناخذ وحدات حراريه طبعا اقل. انتوا عندكم خليكم عم بتحركوا، انا لحتى نربح وقت رح بلش اشتغل بالجمبري وكمان بالطاسه رح ناخذ زيت نحطه بالطاسه ورح ناخد الثوم، الثوم المبشور ونقلبه شوي قبل ما نزيد فوقهم الجمبري.
هيدا الجمبري، عندي كيلو من الجمبري. هلا طبعا بيصغر بعد الجمبري عادة لما نحطه على النار حجمه بيصغر أكثر. نحن بحاجة لجمبري صغير تنقدر نحطه بالبشاميل. لكن حطينا الزيت، الثوم، الجمبري، ما بدنا ننسى البشاميل على النار، إذا ما حركناها ممكن تلزق. لكن تنرجع للجمبري رح نحط معه معلقة صغيرة ملح، ورح نحط معلقة صغيرة فلفل. نقلبهم. وطبعا بدنا نرجع نحرك شوي البشاميل. هيدي البشاميل عندي هون، منضل عم نحركها. الجمبري ما بدهم كتير وقت على النار، 5 دقايق وممكن نشيلهم ومنرصهم بالصينية مع المكرونة. طبق المكرونة كمان أنا جاهز عندي، لأنه المكرونة لازم تكون مسلوقة من قبل بوقت. الجمبري من ثمار البحر اللي بتحتوي على نسبة بروتينات عالية، وبتحتوي على فيتامينات ومعادن كتيرة، خاصة عندنا معدن الزنك ومعدن الفوسفور، مفيدين جدا لصحة العظم. والزنك مفيد جدا للبشرة، للشعر، للخلايا، ليحسن عمل الخلايا عامة بالجسم. فطبعا كل هالمعادن نحن نحصل عليها لما نكون عم نتناول ثمار البحر وتحديدا الجمبري. مشان هيك خلينا حتى في هالشهر الفضيل ما لازم نكون عم نوقف نتناول ثمار البحر والاسماك. مثل ما قلت لكم مهم ما نحمر، ما نقلب الزيت كثير، لانه عفوا استعمال الزيوت بتزيد من العطش، بيزيد العطش. عفوا. مع البشاميل هون عم حركها، بلشت تتقل شوي طبعا بعد ما غليت، بس بلشت تتقل. ما تنسوا تضلكم عم بتحركوا. هلا انا ما بدي اياها كثير ثقيله، ما بدي اياها تنشف كثير، لانه بعد بدنا ندخلها على الفرن، فاذا نشفت بتطلع المكرونه كلها ناشفه. فمش رح اتركها كثير بقى على النار، رح احط المكرونه. هيدي المكرونه البني المسلوقه رح نحطها بالاول. ورح نرجع ناخد الجمبري اللي كمان صاروا جاهزين. رح نحط الجمبري مع المكرونه. مع الصلصة تبعون. لكن لنخلطة حطينا زيت، حطينا شوية ثوم، ممكن نستغني عن الثوم إذا خايفين ما الثوم يزود بالعطش، يعني يعطش كتير. وحطينا ملح وفلفل. تمام. وصينية صارت جاهزة، بس بعد بدنا نحط عليها البشاميل والجبنة. خلينا نشوف البشاميل تمام غليت وتقلت كمان، ما رح خليها تتقل اكثر من هيك،
لان مثل ما قلت لكم بعد بدها تفوت على الفرن ما بدي اياها تنشف كثير الصلصه بالفرن. رح نطفي النار وناخذ البشاميل ونحطها نوزعها على الطبق. بهيدي الطريقة نخلط مظبوط المكرونة مع الجمبري ومنحط منرجع من بعد ما نخلطهم مظبوط ونوزع الصلصة عليهم مظبوط، صلصة البيشاميل منحط عليهم الجبنة. عندي هون كوب من الجبنة، جبنة مبشورة، ممكن تحطوا تشيدر ممكن تحطوا موتزاريلا. أنا عم بستعمل تشيدر، إذا لقيتوا تشيدر قليلة الدسم طبعا بكون أحسن لأنه بنكون عم نوفر السعرات الحرارية والدهون المشبعة المضرة، بس كمان ما نشغل راسنا كتير، يعني يمكن شوي صعب، يمكن يكون شوي صعب انه نلاقي الجبنة اللي هي قليلة الدسم، نستعمل الجبنة العادية ونخفف الكمية. خلينا قبل ما نحط المكرونة البشاميل بالفرن نشوف الخضار. تمام، الخضار صار فينا نشيلهم ونحط بدالهم مكرونة البشاميل. الخضار استووا، رح نشيل الخضار نرجع منرصهم مع السمك ومنقدمهم بالآخر بالطبق الرئيسي، ورح نحط المكرونة بشاميل. مكرونة بدها تقريبا شي 20 دقيقة بالفرن لحتى تكون صارت جاهزة.